وينك يا أخي؟ انتظرتك من الساعة 2:30. إيه طيب، يلا عطني. أطلع إيه مجمع الكبار. أي مجمع الكبار اللي عند حقت الحفلات ذي، شو اسمها؟ الجنادرية. إيه طيب، أتعداها كم؟ أوف 30 كيلو. شاخ اوكي، فرشة اسنان، معجون، ايش كمان؟ موس، هذا والمعجون، ايش ايوه، علاج لضغط، مهم هذا وضروري. هذا وقتها، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لقي بنشر له هنا هالمقطع. مشكلة لو دخل علينا الليل الحين وهنا بهالحالة. الحين لو طلعت لنا ذيابة ولا حصاني ولا ها؟ وبعدين يا أحبائي الصغار، خرج أحمد بدون مشاورة أمه ومشى مشى ومشى حتى جاء الليل. وبعدين ما قدر يرجع للبيت. عارفين ليه؟ لأنه ما عاد عارف الطريق.
فجأة أحبائي الصغار سمع أحمد صوت. ولما سمع أحمد صوت الديب بدا عليه الخوف والرعب. بنشر بسيط واقف صريف من العصر نفزع. لا 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 ما انا بنشر خفيف الحقيقه، ما والاستبنه طلعت مبنشره مره ثانيه. لا حتى كفر هالسياره ترى ما يركب. لا الله يسلمك، ما انا بس اذا ما عليك كلافه توصلني ربعي قريبين. بعيدين هم؟ لا 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 حولك ني قريبين. ما انا يلا 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 اركب اركب، بس بروح بجيب اغراض لي، بس شنطه وما شنطه يلا يلا يلا. اقول لا تروح الله يرحم والديك. لا لا يلا يلا تأخرت عليك. يلا يلا يلا. لا بس لحظة شوي، ترى هذا لحظة، هذا هو هذا العنوان حقهم. هذا مو هو، ما أعرف أقرأ. سام ما أعرف أقرأ، اركب وعلمني بالعنوان وأنا أوصلك. يلا إن شاء الله. أنا إذا قالوا رب صدفة خير من ألف ميعاد، من الساعة 5 يا رجال بنشر عليه الكفر وأفتح الشنطة ويا استبنى بنشر وجه. وش اللي قعدنا هنا؟ لا في لا ونيس ولا أدور، ألتفت يمين ألتفت يسار، دخل علي الليل يوم استحشت. بس والله دخلتك علي الحقيقة كأنك جايني طايع علي من السماء. استحشت والله استحشت. بس ما ادري الحين السياره ما عليها خوف هنا بال سهود ومهود.
مهود وسود. أفا وش ذا الوجه؟ وش ذا الوجه؟ هذه والله الوهقة. أنا وش ذا الوهقة؟ وش ذا اللي ركبني معه؟ يا الله يا رب يا ناظر ذا الجسم، شوف ذا الجسم بس، وشوف ذا الشوارب. هذه الشوارب اللي يقولون عليها يوقف عليها التيس، هذه الظاهر إن هذه والله الورطة. شفت الجسم بس، شفت الجسم بس، وش اي هذا اللي متغدي على تمر ولبن مو مثلنا، كاتشب وهمبرجر. شو اسمك يا الحبيب؟ انا اسمي وليد. شمل على من؟ على يعني ما احد من ال تدل بالبر؟ والله ما انا زو يعني على خفيف يعني، بس اخويانا هنا قريبين وقلنا غير جو. ولا انتبهت للاستبنة قبل ما تطلع؟ ما انتبهنا الحقيقة. أنت سعودي؟ نعم. إيه بس كلمة سعودي طال عمرك. أقول أنت الحين يعني هذه منطقتكم ولا جاي بالصدفة ولا كنت يعني مو تراقب عفوا بس يعني كنت تشوف أحد ولا شو يعني شو اللي جابك من هنا يعني؟ أدي دربي دائما أمر معه وأعرف المكان وأعرف البر. طريقنا عارف ما أجله، دربنا مرة ما فوته، أعرف حتى بالحصات الكفر، الحصات النجمة، كل هالأمور أدله. تدري عاد لو واحد لعب بالسيارة وش يصير فيه؟ أنا حاط فيها جهاز كهرباء، أي واحد يلمسها تضرب الشوط يصير في حمى. جهاز جديد نازل، جديد جهاز ما في أحد عنده إلا يعني. يعني شكلك أنت ما أنت مصدقني، ليتني جايب لك الكتالوج تشوف. دائما أنا إذا طلعت للبر ما أمشي إلا وأنا محتاط. وين رايح هذا؟ أكيد عند النيشين. كان ماشي مظبوط، وبعدين لف يمين. ها؟ ليش لف يمين؟ وش في دماغه؟ أسمع يبي يوديني المح الفاضي ويذبحني في هالبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يبي يدري عنك علي؟ تقول لي مهود وسهود؟ أنا بس ودي يطلع لي واحد من ذا المناقيف يتعبث بالسيارة وش اللي يصير. عادي عادي كل الاحتياطات، ما متعود ما اطلع للبر لو انا محتاط لكل شيء. يعني هالحين لو يطلعون لي ثلاث رجاجيل في لحظه انسفهم نسف، احطمهم لك تحطيم في لحظه واحده. يعني الناس اللي يشوفون يقولون وش ذا المساكين ذا حي ذا دقاق يسوي كل السوالف. يحسبون هذه القوة والجبروت هذا من عند الله، ما له أحد. أنا يعني ألعب كاراتيه، معي حزام كاراتيه، ومرة من مرات مرة من المرات طلعوا لي ثلاثة أو هم أربعة أو هم خمسة هالحدود، ثلاثة في ما أخذوا مني، ما حلفتني، ما أخذوا مني دقيقتين ولاهم متسدحين سدح. ربك يعطي ذا القوة وذا الجبروت ذا من عند الله، من عند الله.
من عند الله ما تدري ما تدري ذل ذل ما أنا أتكلم عن نفسي أنا إذا 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 زعلت أنفعل ويجيني شيء ما أدري ما أدري وين أنا فيه أبدأ ما أعرف إلا أخبط قوة ما تدري منين جت في القوة كيف يعني مثلاً الحين أنا وياك طالعين للبر واللي يشوفني يقول هذا طال الحال أنا وراي رجال كل البر ذا أصدقاء تلقى عبد الكريم منه تلقى عبد الرزاق تلقى ملغمين تلقيم كلهم إيش تقول أنت؟ ما كنا احنا تاخرنا ولا وش فيك انت وش ها قريبين افا الظاهر اني حاسس اني خايف ليتني سكت ازين شيء انك لا تبين لي اني خايف إيه بس الظاهر أنه انتبه أني خايف والله أني وهكت روحي شوف 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 شلون بدأ يناظرني أكيد أنه نوشر شوف 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 شلون لا 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 بس خلني أصير ثقيل شوي إيه بس أنا شلون وهكت روحي كان يمشي بشويش والهم بدأ يسرع وش اللي يخليه يسرع يا أخي وش فيك أنت مسرع وش ملحوقين احنا ملحوقين يا أخي ولا فيك أنت فيك شيء فيك بلا فيك شيء وشو هذا السرعة اللي ما لها سنع ايش فيك انت الحين ايش فيك ما ادري عنك انا نشيل ولا انت اللي قاعد بشويه يا اخي ما احنا ملحوقين يا رجال في ربعنا بنلفي عليهم نبي اوصل لهم غرض وبنكمل ممشانا وش ربع الله يرحم والديك وش ربع لي انا بمر عليهم هالحين وصل لهم هالغرض ونمشي لا الله يرحم والديك ترى ما هو اتفقنا ولا ربع ولا احنا ما قلت لك ودنا توديني لاخوياي وما منا من ربع وما منا من فينا اللي كامل الله يرحم والديك جيتي كلها علشان هالمشوار هذا تبيني اعطله تبي تحول اوقف السياره وقفتها يلا نزلنا لا ما بقعد انا هنا فنجان القهوه يلا انا صحصح براسك السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا يا ناصر في واحد في السياره قل له الجماعه يبونك يلا ان شاء الله كيف الحال يا اهلا وسهلا طيب حالك عساكم بخير عساكم خير ان شاء الله عساك طيب حالك الحمد لله شوكم عساكم طيبين الحمد لله شوكم الخير ان شاء الله كل زين ان شاء الله خيور الحمد لله المطر ان شاء الله وافي ديمة الحمد لله اللهم لك الحمد ما سويته الى الحين والله في قله الصحه الايام تعرف قبل المطر جانا الشمس شوي وظهرنا الطاقة لا بادي يعطي خيط وخيط ماشي تووه ان شاء الله عندنا محش بن في علبه ان شاء الله انزل الجماعة يبونك الا بالنسبة للقعود اي واحد فيهم طاول هذاك الاشهب السلام عليكم وعليكم السلام نذبحه ولا ما نذبحه والله الشور شورك تبي تذبحونه والله ان قلت نبي نذبحه ذبحنا متى تبون ذبحته والله افا طلعت الشمس دعوا فيها ذبح اشوف الرجال ذا يجرجرني ما جابني عند ربعه طيبهم ليش يبون يذبحوني خليها عليكم لا يكون يحسبون ذا الشنطة اللي معي فيها فلوس
ذبحته علي. الا تشوفه. ما هي بضارتي. لا انا اللي اذبحه بس. صم. يا والله اللي رحت وطي. يا والله اللي رحت وطي. يا ايش اللي بيطير. ايوه. وين انت بتوديني؟ وانت ايش يلا يلا نروح ربعك ربعك. قاعد اشوف ادور يمكن ربعنا هنا ولا انت ربعك قايل لهم تعالوا ولا ما قلت لهم ولا لا ربعي في محلهم وهم جايين لي ربع في ذا بعد معنا زبله اذا تبينا نلفي عليهم الفينا عليهم لا ما انا ريح عندهم شوي لا ما عندي ربع قربنا احنا عند اخواني قال لهم وينكم قالوا جنب بيت الشعر اللي وصفوا لي هنا بتويط وشد على من معنا قالوا لا كفرات ولا شيء احنا منتشرين كل اخوان كثيرين قالوا ننتشر لك باي دعوس باي شيء تلقانا قاهم انت شفت كنت تحيم لا زول تحيم كانه زول تحيم ابد ما تحيم وكل ما يمشون الا ومعهم كلاب بوليسيه ومسلحين يا اخي انت وراك تقعد تطالعني الله يرحم والديك شو طالع طريقك لا تقعد ولا يعني ما انت مصدق انهم العيال المسلحين ها؟ ما انت مصدقني من العيال المسلحين ها؟ كلنا احنا ما حتى انا من خلقت وانا ما امشي الا بسلاح ما يفارق السلاح ابد السلاح انت مصدقني ما ها مصدقني انت ولا ما انت مصدقني ما ها انت مصدقني انت اطلع لك السلاح انا اعلمك من هنا اطلع لك السلاح عشان تعرف من هنا تكوى يا اخوي لا تذبحني عند عيال تكوى يا اخوي لا تذبحني عند عيال